كرم، وين مختفي يا ابني؟ ما تواخذيني، كنت مسافر وما قدرت اتصل فيكي. كرم، كنت رح جن من خوفي عليك، كانت اجتني جلطة، فهمني ليش ما دقيت لي وخبرتني وينك. الحق علي، انضغطت بالشغل وما قدرت دق لك. كرم، اسمعني ابني، صاير معك شي؟ أماني خبرني شو صاير معك يا ابني. خلص أمي، أنا منيح. لا، اسمعني منيح يا ابني، هيك ما بيصير، قلي وينك وأنا بدي أجي أطمن عليك. لسه لهلا ما رجعت على اسطنبول، أول شغلي رح ساويها لما أرجع عني شوفك. خلص لا تخافي علي. الحمد لله أني سمعت صوتك وطمنت عليك، بس أماني لا تخليني خاف عليك لهالدرجة، وبس تجي اتصل فيني فورا لشوفك ماشي ابني، وإلا ما رح أرتاح أبدا. أمرك أمي. أهلا وسهلا. مرحبا، كنت عم تحكي مع أمك؟ إيه. كأنك صرت منيح، قصدي إنه رجعت لك عافيتك بسرعة. أنت قط بسبع رواح يا مجنون. القصة مو مستاهلة تبالغ كل هالقد. لا تقول هيك، خسرت كمية دم كبيرة، يعني كيف سقت السيارة لحالك وكانت حالتك خطرة كتير؟ أنا كتير متفاجئ. ايه سقتها. لحالك شغلة غريبة، أكيد أنت بطل طبعا إذا ما ساعدك حدا. مين ساعدني؟ قل لي حسن، مين ساعدني؟ أنا بقول إنك نفت يا أخي، الحمد لله على سلامتك وبس. تسلم. لازمك شي؟ بقدر ساعدك بأي شي؟ مشكور كتير يا أخي، أنا منيح. تمام، معناها أنا رايح يا مجنون، بخاطرك. حضرة المدير، كل شي تمام؟ ايه كل شي تمام. ما فهمت كيف قوص عليك مجد. كنت عم فكر كيف فيني انقذ حياته، بس كان اسرع مني. في اخبار عن موبايل عمر؟ لسه عم نحقق، بخبرك بوقتها. لسه في مشكلة تانية، ضيعت صورة سومر لما كنت بالغابة. بس الشباب ما لقوا شيء، انت متأكد؟ هيك بتذكر. مستحيل حدا يلاقيها غيرهم، تذكر منيح. ماشي، بنحكي بعدين.